أفلام الكرتون مجموعة من الصور المرسومة والجذابة تعرض عبر القنوات الفضائية، لكنها تحمل في طياتها رسائل قد لا تكون بهذا القدر من الجمال. نماذج عدوانية وصور عنيفة لابد أن تؤثر سلبا على الطفل المشاهد، سلوكيات وألفاظ ورموز تتنافى، والتوجهات النفسية السوية والقيم والمبادئ والمعايير الاجتماعية. فور التمعن في المشاهد التي يطغى عليها الطابع الحربي، يبدأ الطفل في تقليد السلوكيات العدوانية. العنف البدني هو أكثر المظاهر ممارسة في الرسوم المتحركة، يمارسه ذاك البطل الموجود في القصة. يتميز بالقوة والبسالة والجرأة، ويصارع ليصل إلى هدفه، ويتغلب بالقتال على جميع أعدائه، ما يجعل الطفل يتفاعل مع الشخصيات والأحداث، يتعلم ويقلد. معظم الآباء لا يراقبون نوع الرسوم المتحركة التي يشاهدها أبناؤهم، ما يجعل الطفل يجلس أمام رسوم قد تكرس لديه مفهوم العنف، وتساهم في تغيير سلوكه إلى حد كبير، وتجعل منه شخصا عدوانيا مقلدا بذلك البطل الكرتوني المفضل لديه. احذروا، فإن اختيار التفاصيل الصغيرة في حياة أبنائكم قد تغير مسار حياتهم إلى الأبد.